حيث يتوجه سفراء البحر، تصنع المتعة والإثارة قصصاً لا نهاية لروعتها مع مغامرات فريق أبوظبي. المغامرة كانت لزوارق أبوظبي للفورمولا 2، والتي أبحرت هذه المرة بعيداً نحو بلاد الفايكينغ وشمال أوروبا، حيث تعانق طموحات الفريق ثالث جولات بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2. الفريق يبحث عن عودة جديدة لصدارة البطولة في مدينة تونسبرغ، حيث سادت عصور الفايكينغ ذات يوم، ومن حيث ولدت حضارة قوية سيطرت على بحر الشمال ووصلت إلى قارة أمريكا الشمالية بالشكل المميز لسفن الفايكينغ، والذي يطبع في الأذهان ولا ينسى بسهولة. رشيد القمصي، هاي، ويلكم لتونسبرغ. تونسبرغ رحبت بطريقتها الخاصة بأبطال الفورمولا 2، ومؤتمر ترحيبي في الهواء الطلق كان شرارة البداية للجولة الثالثة. الضوء سلط على بطل العالم الجمزي، فهو حامل اللقب، وتحدث بهدوء وثقة من خلال المؤتمر، مبدياً الحماس للمنافسة في هذه الجولة. المؤتمر ضم أيضاً أليكس كاريلا، متسابق فريق الفيكتوري، والذي يظهر للمرة الأولى هذا الموسم في البطولة، ويقود الزورق 28 عبر المنافسة. نعرف المزيد عن استضافة تونسبرغ مع جويس تونسدال، إحدى أعضاء اللجنة التنظيمية. Oh, we have now the biggest race in the series here in Tønsberg, the biggest lineup ever. So I'm really looking forward to having all the nations, of course. It's 30 drivers who's going to be competing about 18 spots in the A final. So this is going to be a tough race with hard qualifying, and also for today we have the speed run and match race, which I'm really looking forward to. It's going to be a great show for the audience. Let's hope it's like this with the good weather, because we have not been blessed with weather in Tønsberg. It's been a lot of rain earlier. So this year I hope that we all of us have been behaving good, so we can have nice weather. Alex, as a start lineup, this is pretty good. التحضير والإعداد في خيمة فريق أبو ظبي. الجميع منهمك في عمله المعتاد. ووسط الفريق نشاهد عنكثب مدرب الفريق جيدو كابيليني يبتسم بعفوية، ولكن عقله يسبح في مكان آخر. أمواج التفكير تضرب بقوة لكي تجرف المدرب المحنك في بحار التفكير العميق. يجب على الفريق أن يكسب هذه الجولة حتى تبقى جذوة الأمل مشتعلة للحفاظ على اللقب. المشاركة شملت في هذه الجولة 27 متسابقاً، ومن بين الزوارق 27 يبرز زورق 5 بقيادة النمساوي القديم روبرت تيمبر. هو قصة لعدم اليأس والاستسلام لهذا المتسابق. الجميع يحضر إلى خيمته للترحيب به. تيمبر يروي لنا ما حدث له قبل البطولة. Yes, we have a very big mistake. We lost all our materials after the fire, and now we find a good way. And we come back to the Formula 2. And we have a little bit stress the last days. There's a boot, new boot, it's coming last week and Thursday in the morning. We work every damn hard and 24 hours every day. Then we are ready and we will see if this. Now it's a good boot and the chance for the World Championship is open. It was one round. So we will see. So now we get step for step. So and maybe after the free practice we can see more what is the handling from the boat. And I hope I find a good setup, then we will see in the qualifying. اليوم التمهيدي مستمر في تفاصيله، والفحص الفني يجري بسرعة ليشمل جميع الفرق. وبالرغم من أن السرعة تنطلق غداً، إلا أن المسار لم يتم وضعه إلى الآن. يشرح لنا تفاصيل ذلك سالم لرميثي، رئيس بعثة فريق أبوظبي. الحمد لله جولة جديدة من بطولة العالم فورمولا 2. إن شاء الله أتمنى التوفيق لفريق أبوظبي، وأتوقع أن هاي الجولة بتكون هي ثبات للفريق، يعني ما حقق يمكن إنجاز جيد في الجولة الماضية.
وتقريبا احنا خلينا نقول لك قاربنا على نصف البطوله، فاتوقع انه اثبات الوجود لراشد القمزي وراشد الطاير. والله ما اتوقع تاثير سلبي، لكن اتوقع ان ينتظرون يشوفون الارصاد بناء على الاجتماع شو بيتم اختياره، كيف طريقه الانطلاق. دائما يصير تشاور بين المتسابقين، واتوقع هذا شيء ايجابي. هل ينطلقون حتى مثلا سباق السرعه سته الكبار العشره؟ دائما في تشاور بينهم بين المتسابقين، فهذا ايضا شيء ايجابي في هذه البطوله. يوم السرعة على وشك البدء، والبداية مع الاجتماع التنويري، شرح المسار للمتسابقين كما عهدنا، ونقل تفاصيل كيفية الدخول والخروج من مسار السباق. اليوم 6 بوابات هوائية و1850 متراً هي مسافة السباق، والتقسيم المعتاد للمجموعات المختلفة لسباق أفضل زمن. الاجتماع شهد نقاشا خفيفا حول آلية تقسيم اللجنة للمجموعات الثلاث، وهو ما قبل بالإيجاب من اللجنة بقرار إعادة تقسيم المجموعات بحسب نتائج التجارب الحرة. قرار اللجنة أيضا من خلال الاجتماع جاء بمشاركة 18 زورقا فقط في السباق الرئيسي، أي أن 9 زوارق لن تشارك في اللوحة الختامية للجولة. بدأت التجارب الحرة مع نهاية الاجتماع مباشرة، ومنذ البداية تفوق القمزي في أن يحرز أفضل زمن من خلالها عبر مجموعته. راشد الطاير على زورقه 35 عانى قليلاً مع إعدادات الزورق قبل أن يصل إلى المروحة الأفضل لزورقه، ونجح في أن يصل إلى المركز الثاني في التجارب. فقرة التجارب الحرة طمأنت الفريق كثيراً إلى الإعداد والجاهزية، وبقي الأهم وهو سباق الزمن الأفضل الذي سينطلق لاحقاً. تصفيات السرعة تقسم إلى ثلاث مراحل. عدد الزوارق الكبير جعل اللجنة تقسم التصفية الأولى لثلاث مجموعات، وفي النهاية يتأهل 10 زوارق فقط للتصفية الأخيرة. مرت عقارب الساعة سريعاً ووصلنا إلى فقرة الزمن الأفضل. البداية كانت مع المجموعة ألف والتي ضمت راشد القمزي. 20 دقيقة تمكن من خلالها القمزي من إحراز المركز الأول. المجموعة شهدت تأهل 5 زوارق إلى التصفيات الثانية، وشهدت أيضاً عدم تأهل زورق الفيكتوري 27 بقيادة منصور المنصوري. سقوط الأمطار بدون سابق إنذار والرياح العالية التي هبت فجأة أجلت انطلاق المجموعة باء لعدة دقائق، ومع تحسن الطقس انطلقت المجموعة الثانية وتأهل من خلالها راشد الطاير للتصفيات الثانية، وأيضاً تأهلت 5 زوارق. نفس المجموعة زفت خبراً حزيناً لزورق الفيكتوري 28 بعدم تأهله للمرحلة الثانية. المجموعة سين تنطلق سريعاً، وعشرون دقيقة أخرى تتأهل منها 5 زوارق ليكتمل عقد التصفيات الثانية ب15 زورقاً. كل
شيء على ما يرام، وأبطال أبو ظبي في طريقهم لإنجاز جديد بحسب الظروف التي شهدناها في التصفيات الأولى. حوار الأبطال الهادئ عنوان ملهم لما قبل انطلاق التصفية الثانية، والاستعداد النفسي للتحدي الصعب. انطلقت التصفية الثانية، المراكز تتغير وتختلف طيلة توقيت هذه التصفية. ربع ساعة مع نهايتها، الجمزي في المركز الأول والطاير في المركز السابع. انتقلنا الآن إلى المرحلة الأكثر جدية والتصفية الثالثة والحاسمة من السرعة. كل زورق ينطلق على حدة في هذه المرحلة وله الحق في القيام بدورتين من خلال السباق. البداية كانت مع العاشر ألبرتو كامبيراتو الإيطالي، ومنذ الانطلاقة الأولى يتمكن من الوصول إلى زمن قياسي 40 ثانية. تتوالى المحاولات لاحقاً. حل دور راشد الطاير والذي حقق زمناً وقدره 41.25 ثانية، وهو الزمن الذي كان لغزاً بالنسبة للمتسابق كما شرحه لنا لاحقاً. الحمد لله في التجارب بلينا بلان حسن، وفي الكيو 1 هم كذلك، والكيو 3 نزلنا الحمد لله الأمور كلها زينة. عندي في الداشبورد الداتا تعطيني تايم مالي زين 41.12، بس تفاجأت بالداتا مال اللجنة 41.25، شيء غريب يعني ما أدري شو اللي صاير عندهم. والحمد لله اليوم خلصنا سباقنا الحمد لله على السلامة، كل شيء الأمور طيبة، وباكر يوم ثاني وإن شاء الله ما نعوضها بكرة إن شاء الله. أتوقع يا أن عندنا شيء غلط ولا عندهم شيء غلط، يعني مستحيل يعني يعطيني انا 40.12 وهم يعطوني 41.25، فرق ثاني وشوي، يعني شيء غريب يعني. حديث راشد الطاير عن الزمن في شاشته الخاصه عبر الزورق، والذي كان مغايرا للزمن على لوحه اللجنه التنظيميه، جعلنا نبحث اكثر مع مشرف عام السباق جوردن حول هذه المساله. I haven't heard that problem but I have to go by the official timing system. It's as simple as that. There could be some differences in the GPS on the boats, for instance, if that's where their timing is coming from. If they're doing it manually, then that's slightly different, and they may not be on the same line as the actual timing line. So, you know, you do get these minor differences, but on average, they do a pretty good job, and I'm quite happy with their results. And as I say, I have to go by what they tell me. I'm not timing everybody myself, you know. So, I go by what they say, and they're very experienced. جاء دور الجمزي الصغير. توجه الجمزي نحو المسار لكي يكسر الأزمنة التي سبقته. الجميع كان يترقب زمناً قياسياً وتسجيلاً للبطل لزمن قوي يزيح به الجميع عن القمة. ولكن رياح الفايكينج هبت بمفاجأة غير سارة. محاولات الجمزي جاءت بزمن وقدره 41 ثانية، وهو ما جعله يحل في المركز السادس ضمن ترتيب السرعة، والطاير في المركز العاشر. مركز غير مرضي للجمزي الصغير، وبشكل عام لزوارق فريق أبو ظبي. فما الذي حدث يا ترى؟ الحمد لله اليوم الشباب أدوا أداء جيد، راشد الجمزي وراشد الطاير، من تجارب الحرة ولين الكسر الكيلو الأخير كانت توقيتاتهم جيدة وفرق عن الفرق الثانية، بس ما حالف الحظ عند راشد الجمزي في آخر لفة،
كل اللي عدل في اللف الاخير اللي هم عندهم لفتين، كل زورة عنده لفتين. اللف الاخير كل حد كان يوم يلف ما يلف في البويل الاخير على الشكر فلاق الفينش، يكمل سيده يخلص سيده. فهني اللي استغل الوقت هذا حصل على توقيت افضل. فراشد القمزي ما سوى الطريقه هذه فحصل على المركز اللي هو السادس الحمد لله. باكر ان شاء الله بينطلقون انطلاقه جيده من البنتون، وبيكون السباق طويل وتكون منافسه قويه ان شاء الله. تصفيات السرعة أهدت الإيطالي كامبيراتو المركز الأول والانطلاق الأفضل في السباق الرئيسي. فرحة البطل الصغير كانت عارمة مع نهاية السباق وأيضاً غير متوقعة بالنسبة له. Yes, in Q3 I know which prop I need to use, so it was just make a clean lap and finish it, and then tomorrow we'll try just to do like in Kaunas and keep behind the other. But this is a difficult course, much rough, but we will try the best. Rashid is my friend, and okay, if I'm not the winner, I hope we win. So it's like a family for me. المركز الثاني كان من نصيب الألماني ستيفن هاجز، حقق زمنا وقدره 40.35 ثانية. Yeah, it was really nice, but I have made a mistake on the back straight. So then I have known that it's impossible to catch Alberto, but I have made the best from it, and I'm very happy with the second place. Yeah, it will be tricky tomorrow in the race because there will be it will be rough. If all boats drive there, it will be very rough. So we have to be careful that you don't barrel roll in this turn. I will fight for it. I have good race propellers, so I think all is open in the race. So I see it good for tomorrow. الليتواني إدغراس ريابكو كان متفاجئا بإحرازه للمركز الثالث من خلال السرعة وتحقيقه لزمن وقدره 40.46 ثانية. يبدو أنه لم يكن مستعداً للوصول إلى هذا المركز المتقدم. Yeah, I'm a little bit surprised because in the practice I only was in 12th position, but I start improving every session in the qualification, and I made some mistakes in Q3, so I'm not really happy with my ride, but third place is okay for me. Yes, it was not easy, and especially first corner, it was very tricky corner, but I started not changing so much propellers, but I started to improve myself on this corner. I wanted to learn to make it as much possible good turn as I can. My plans is to use very good start propeller, and for sure I need to overtake till the first corner, because in the race it will be very very difficult, so start and first turn will be so important. يوم السرعة كان مفاجئا لفريق أبو ظبي ولم يكن مبهجا للفريق الذي استعد كثيرا وكثيرا جدا لهذه الجولة. فماذا يخبئ يوم السباق الرئيسي من مفاجآت يا ترى؟ اليوم الختامي للجولة والسباق الرئيسي للمرحلة الثالثة من البطولة. الفرق اليوم تستعد لأكثر من تحدي، فتسعة زوارق ستخوض سباقاً سريعاً يتحدد من خلاله هوية ثلاثة زوارق تنضم إلى المشاركين في السباق الرئيسي وتكمل عقد الزوارق 18، بينما حسابات الأوائل في السرعة تتوجه نحو السباق الرئيسي والتجهيز للانطلاقة القوية. ملامح عدم الرضا عن نتيجة السرعة واضحة على وجه القمزي. وجه البطل الشاب ينم عن الصراع القوي الذي يفور في أعماقه بعد هروب السرعة الأفضل منه في الثواني الأخيرة. اليوم بنطلق من المركز السادس لأن أمس ما حالفني الحظ في التايمينج، وإن شاء الله الحين بننزل نجرب المراوح نشوف شو أحسن مراوح حق الانطلاقة، والسباق طويل 50 لفة، إن شاء الله الله بيوفقنا إن شاء الله. حظوظ فريق أبو ظبي اليوم وقدرات الفريق في الانطلاق من المركز العاشر والسادس لخصها لنا ماجد المنصوري راديو مان الطاير في كلمات سريعة.
ان شاء الله ما بيكون صعب علينا. تأهلنا الزوارق من 15، المنافسة قوية، 27 زورق كانن، والحمد لله خلصنا في المركز السادس والعاشر، وباقي علينا نتأهل ان شاء الله في السباق وناخذ مركز في التوب 3 ان شاء الله. فقرة التجارب الحرة هي الفقرة المعتادة دوما قبل السباق الرئيسي. هذه المرة سجل الزمن الأفضل من خلالها النرويجي توبياس مونتيكاس، وهو أحد من يحمل آمال أصحاب الأرض في تحقيق الفوز. Yeah, it's a great pleasure to see all the guys here, and yeah, people are waving and screaming. So yeah, it's home ground and it's perfect. So I really like to be here, and the course is perfect. The weather is good. So what else can I want? الزوارق التسعة الأخيرة تستعد للمشاركة في السباق التأهيلي للمشاركة في السباق الرئيسي. انطلق هذا السباق وعدد دوراته 20 دورة. شهد هذا السباق خروج زوارق الفيكتوري من المنافسة وعدم التأهل للسباق الرئيسي. تبخرت آمال الفريق الأزرق في المشاركة في سباق هذه الجولة. جماهير غفيرة احتشدت على جانبي ضفة القناة في المدينة من أجل متابعة السباق. المشهد أوحى لنا بمنظر ملعب كرة قدم، وقد تزاحم المشجعون في كل أركانه من أجل متابعة نهائي مباراة مثيرة. والمباراة هنا ضمت 18 لاعباً لو صح لنا قول ذلك. الزوارق تتوجه نحو نقطة الانطلاقة والزفة التي تسبق السباق لتحية الجمهور. اصطفت الزوارق حسب نتائجها في سباق أفضل زمن. لحظات تحبس الأنفاس قبل البداية. عيون المتسابقين تتابع شاشة العد التنازلي والتي ستنطلق مع نهايتها تفاصيل السباق المثير لجولة تونسبرغ. انطلاقة قوية وسريعة وزحام قوي للزوارق عند بوابة الالتفاف الأولى. كان ضحية هذا الزحام سريعاً زورق أبوظبي 1. خطأ من النرويجي فرودي سوندسدال يؤدي لاصطدام الزورقين معاً. اصطدام أطاح بطموحات الزورق في إكمال السباق. الجمزي يتذوق طعم مياه تونسبرغ في أول انقلاب له منذ شارك في البطولة. بطل العالم خرج من المنافسة في أول دورة. أي حظ سيء أحاط بالمتسابق الشاب في هذا الموسم. تعاد الانطلاقة مرة أخرى، هذه المرة باصطفاف 16 زورقا فقط بعد انسحاب زورقين من المنافسة. الانطلاقة تعاد سريعا. منذ البداية تصدر ألبرتو كامبراتو المنافسة مستفيدا من مركزه في سباق الزمن الأفضل. لم تمر دورات كثيرة حتى عاد العلم الأصفر ليرتفع مرة أخرى، هذه المرة بسبب اصطدام أحد الزوارق بالبوابة الهوائية. اللجنة أعطت الفرصة لكي يتم تبديل البوابة الهوائية. ومع عودة العلم الأخضر في الدورة رقم 30 حاول الطائر التقدم للأمام ووصل بالفعل إلى المركز الرابع. عاد العلم الأصفر كي يرتفع مرة أخرى بعد انقلاب زورق الألماني فرديناند زيندبرغرن. حدة الزوارق وسرعتها تخف لحين سحب الزورق المنقلب. عاد العلم الأخضر في الدورة 36. محاولة الطائر من أجل التقدم للأمام مستمرة، والضغط على صاحب المركز الثالث أمامه الروسي يوستينوف. المنافسة لفريق أبوظبي على سطح الماء وعلى اليابسة أيضاً في خيمة الراديومان.
جنون الدورات الأخيرة وسرعة الدقائق تمر سريعاً ليرتفع العلم الشطرنجي في ختام الدورة رقم 49 من عمر السباق. الفائز باللقب هو ألبرتو كامبيراتو والذي وصل إلى النقطة 40 في الترتيب العام وصدارة البطولة. حل ثانياً صاحب الأرض والجمهور النرويجي توبايس، والثالث من نصيب الروسي كونستانتين يوستينوف. أما الطاير فأنهى مغامرته في المركز الرابع. It was a nice day. I'm sad that I had Rashid flip, but okay, I make many points for the world championship. Both all the drivers behind me and they didn't finish, so it was a nice race. Yeah, but we will keep pushing till the end because you can't manage it on this category because there are many drivers fast. So from the top you can be 11 and easy. It was very difficult because of much wind and many waves, but okay, I train a lot at home, so I was comfortable in my boat. It's first place for me because the last qualifying yesterday was not so good for me, so I need to push from fifth. But unfortunately, we didn't have the pressure from Abu Dhabi team this time, so maybe next time they will be back in fight. It was really hard, and you know, when it's a restart, the pressure is on at once. So I think it was four or five restarts, so it was really hard. Our next step is to take the European Championship in 2 weeks, and then we will fight for even more points in the World Championship in Portugal and in Sri Lanka. أولا الحمد لله على سلامة راشد القمزي اللي تعرض الحادث. أيضا راشد الطاير الحمد لله أداء جيد. خلص المركز الرابع. شفنا كيف مجريات السباق كان في ضغط وحاول يتقدم للأمام، لكن نقول الحمد لله هذه بطولة العالم تجميع نقاط. ف 50% إيجابية و 50% سلبية اللي يتعرض راشد القمزي الحادث، فنقول الحمد لله دائما على هذا الإنجاز وإن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله. زوارق أبو ظبي قدمت أداء جميلا كالمعتاد، ولكن مغامرات السرعة لا تعترف دوما بالأداء ولا تنظر إلى الاستعداد والتجهيز. ولكن تونسبرغ لم تشأ أن تودع فريق أبو ظبي بدون ذكرى جميلة، وكأن المدينة قد رأفت بالفريق الذي عبر المحيطات وابتسمت له بكل حنان مخاطبة إياه: لن تغادر أيها الفريق البطل بدون هدية وداع. والهدية هنا جاءت بعد أن طوت الفرق خيامها واستعد الجميع للرحيل. استلم فريق أبو ظبي رسالة من اللجنة المنظمة تفيد بوجود نوع من التزويد غير القانوني في محرك الزورق الروسي صاحب المركز الثالث، لكي يتم سحب المركز منه وإهدائه إلى فريق أبو ظبي وإلى زورق 35 بقيادة راشد الطاير. نتيجة جاءت لكي يتنهد الأبطال في ارتياح، فهو مركز ومنصة يستحقها الفريق بدون أدنى شك. سيأتي يوم ويبحثون فيه عن سجل الأبطال في مدينة تونسبرغ، وعندما يأتي هذا اليوم سيكون هناك سطور خالدة للفريق الإماراتي في سعيه الدائم نحو أن يكون سفيراً للرياضة البحرية الإماراتية في كل مكان. وفي تونسبرغ سيقولون ذات يوم: فريق أبو ظبي أبحر من هنا.